الرجاء والجيش الملكي الممثلين لكرة القدم الوطنية بدور أبطال أفريقيا قبل ما يذهب المباشر كنتمنى لهم كل التوفيق مع نهضة بركان كذلك اللي كيمثلوا المنتخب أو كيمثلوا كرة القدم الوطنية في الكونفدرالية الأفريقية. شيء اللي طرا ما كانش ما كيطراش ديما هو الرجاء والجيش ثلاث مجموعة رفقة أحد الأندية الكبيرة بجنوب أفريقيا سان داونز مجموعة صعيبة خذينا الآراء طبيعة الحال الجماهير العسكرية خذينا الآراء الجماهير الرجاوية الرأي ديال الودالي الودالي أحد أشهر الجماهير أحد أشهر مشجعين الرجاويين اللي غيعطينا الرأي ديالو طبيعة الحال في استدعاء بن العمري المنتخب الوطني اللي تعوض مكان المزراوي المصاب والعصبة ودوري أبطال أفريقيا اللي غادت الرجاء من 1999 والسؤال الموجه في هذه اللحظات هو واش جا وقت الرجاء بالثلج بالاصبع الرابع هو كما كنقولوا هذه مجموعات الموت فهمتي الرجاء ما كيعرفوش مجموعات الموت بحال الفرق ما بين الرجاء مع الفرق الكبار تيكونوا فهمتي كيما تقول الرجاء فهمتي كتشوف كاس العالم فهمتي كاع الفرقه ديال البرازيل كاع داك رونالدينو ولا سمو هذيك السميه كلمه اللاعب حفيان ولا دولي صباط ديالي فهمتي الى اخره ولكن بحال ما شفت واحد كيكونوا مع فرق كبار راجع كيكبروا راجع خصهم شويه ديال التولي في هذه اللعابه اللي جاو دابا فهمتي الفرقه كاينه تبارك الله ان شاء الله يكون الخير فهمتي وحنا ديما كنتفائلوا فهمتي تفائلوا بالعالميه والاكاديميه فهمتي راجع كنشوفوا ديما بعيد فهمتي جا الوقت باش الراجل توج بالاصبر الرابع وان شاء الله علاش علاش لا يعني دابا المهم راه باش 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 تلعب حتى دابا الشهر اللي حتى شهر 10 حتى شهر 11 اللي باقي الاخر ديالو يعني باقي واحد الوقت عنوان جماهير الرجاوي هو اللي لعبوا ليا ونجيبوا نجيبوا هذيك راه ان شاء الله العصبه ولا ان شاء الله حنا ديما نتفائلوا وربي كبير اخر شكون غاش اهل من المجموعه التوقعات ديالك انا كنتمنى التاهل للرجاء ولي فار كنت صراحه حنا كنا مغاربه بغينا التاهل للرجاء ولي فار تاهل بركان فهمتي الفرق المغربيه ولكن دابا كاين واحد الامتياز عند الرجاء هو الرجاء غيدخلوا ماتشو يلعبوا مع الجيش هنايا كنظن ان الرجاء والجيش في مكانه يعني ما كاينش انا مدخر انا داخل انا غنلعبوا في المغرب يا لا هادشي اللي بغيت نقول لك هذا الامتياز يونو كيدير تا ماتش الاخرين بحال هكا كلهم غيلعبوا في المغرب راه ما غاديش تخرج عند لي فار ويدخلوك جوج ماتشات خاصة الماتشات الاولى راه ما يخصهمش يلعبوا ما يخسروش على الاقل التعادل هادي ونبقاو نتفاعلوا راه يلعبوا ماتش ماتش فهمتي كل ماتش فهمتي الظروف ديالو الى اخره واخا ودابا نلعب بالعمري بالعمري قدم مستويات جميله في الاداء ديالو المنتخب وكان يغوت عليه قبل من غوت على حركات ومخلي بكل صراحه فهمتي ماشي العاطفه ولا هادي كان يغوت عليه شحال هادي ماشي ماشي حتى ولا تعتبر سمو هذا زمراوي الى اخره كان ما عارف زوين خايقي كي باش كينزل هادي فهمتي يستاهل يستاهل بكل صراحه بحال الزروالي الله يرحمه فهمتي كي باش كيبيتي فهمتي فنان بكل صراحه يستاهل بكل صراحه المنتخب او الفريق الرجاء بدون مدرب لحدود الساعه كاين اسماء متداوله وخاصه المدرب البرتغالي شنو نوعيه المدربين اللي خاصهم يكونوا خاصهم يكونوا في المنتخب؟ لا هو هذا جناني لعب في الرجاء فهمتي عطى نتائج تاون زياد انا بغيت يكون مساعد ديال هذا المدرب البرتغالي الرجاء دابا شنو نوعيه المدربين اللي خاصهم يكونوا؟ برتغالي يوم راس البرتغالي الرجاء فهمتي كابريتا داو به البطوله وكاين الاخر روما وكاين واحد المدرب اخر مع ديك السميه ثلاثه ديال البرتغال يعني راه جدت بهم كؤوس فهمتي اللي خاص المدرب اللي كيلعب حيت الكره البرتغاليه كره مثلا بحال ديال المغرب بحال البرازيليا تيكي تاكا بحال الرجاء راه معروفه بوكو افريكا ديك ضريبه ضريبه فهمتي بكل صراحه يعني المدرب يكون مزيان ان شاء الله ديال البرتغال يكون هو ولكن خصو يكون معاه جناني يبقى معاه هذاك اسمه في التونسي هذاك خصو يبقى معاه ضروري يبقى معاه فهمتي بكل صراحه شنو التوفيق نتمنوا له التوفيق توفيق الفرق المغربيه كلها فهمتي ونشوف ان شاء الله الرجاء جاي كتشوف لاعبين تروا ماتش فهمتي فريق اللي في العالم ما خسر حتى ماتش في العالم والهزم فهمتي كانت مفاجاه الرجاء ما صرتاش ليه جوج ماتشات خسرت فيهم متابعين فهمتي وهذه باش ولا دور دابا تروا ماتش هادو نتمنى الخير ان شاء الله بدورنا كنشكروك اخويا على الراي ديالك بخصوص ابتداء بالعمري بخصوص مدرب جديد بخصوص القرعه اللي جمعات بين الرجاء والجيش تبارك الله عليك اودري ملينا اننا نتمنى التوفيق لجميع الفرق الوطنيه الممثله
كرة القدم المغربية في المحافل القارية والتتويج، ولين ما يكون في الدور المغربي ان شاء الله بين الرجاء وبركان ومن الجيش وبركان ان شاء الله. تبارك الله على الكود. احنا خصنا نتعاونوا مع ليفار.